لماذا استبعدت الأمم المتحدة السعودية من قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال في اليمن؟ هل أصبح الضحايا اليمنيون محل صفقات سياسية في طاولة المجتمع الدولي والهيئات الأممية؟ أهلا بكم. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استبعاد التحالف الذي تقوده السعودية من قائمة العار لانتهاكات حقوق الأطفال في اليمن، وذلك بعد إدراج التحالف في هذه القائمة لثلاث سنوات سابقة، أي منذ بدئه تقريبا. خطوة تفتح تساؤلات منطقية حول ما إذا كان التحالف قد قرر إيقاف الحرب في اليمن أو توقف عن استهداف المدنيين ومن بينهم الأطفال، لكن التقارير القادمة من الميدان تثبت أن لا شيء من ذلك حدث. فالانتهاكات التي يرتكبها التحالف إلى جوار ميليشيا الحوثي بالطبع مستمرة ضد المدنيين، لا سيما عبر الوكلاء الذين يدعمهم التحالف في عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة. إذن هل يتعامل المجتمع الدولي مع انتهاكات التحالف في اليمن فقط كملف ابتزاز يخضع للتسويات وصفقات السياسة؟ وأين الحكومة اليمنية واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاء انتهاكات حقوق الإنسان من هذه الخطوة؟ قصف، وهناك في قصف. رفع الأمين العام للأمم المتحدة اسم السعودية من القائمة السوداء لمستهدفي الأطفال في اليمن. الأمين العام نفسه هو من وضع السعودية العام الماضي في قائمة العار وحملها مسؤولية مقتل آلاف الضحايا من المدنيين والأطفال خلال الحرب التي تقودها في اليمن ضمن تحالف يضم عددا من الدول منذ أكثر من 5 سنوات. فيرجينا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة قالت إنه سيتم رفع اسم التحالف بقيادة السعودية من القائمة، مبررة ذلك بأنه يأتي بعد انخفاض كبير ومستمر في القتل والتشويه الناجم عن الضربات الجوية وتنفيذ التحالف للإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطفال، وهو تبرير أثار غضب نشطاء حقوق الإنسان حول العالم. منظمة هيومان رايتس ووتش اتهمت الأمين العام للأمم المتحدة بأنه يضيف مستوى جديد من العار إلى قائمة العار من خلال إزالة التحالف الذي تقوده السعودية وتجاهل أدلة الأمم المتحدة الخاصة باستمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال على الرغم من مئات الوفيات والإصابات الموثقة للأطفال. وبحسب التقرير فقد قتل وشوه 1447 طفلا في اليمن من قبل جميع الأطراف، منهم 313 طفلا على يد الحوثيين و222 على يد التحالف بقيادة السعودية و96 طفلا على يد قوات الحكومة اليمنية، فيما يتحمل مسؤولية الآخرين أطراف أخرى وبعضها لم يتم التحقق من الطرف المسؤول. أبقت القائمة كل من الحوثيين والحكومة اليمنية في قائمة العار وحذفت المملكة العربية السعودية رغم مسؤوليتها عن قتل وتشويه أكثر من ضعف العدد الذي تتهم القوات اليمنية بالمسؤولية عنه. قائمة العار تضم الدول والميليشيات التي تتسبب في مقتل وإصابة الأطفال تحديدا في مناطق الحروب والصراعات المسلحة، وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت التحالف بقيادة السعودية في تلك القائمة في أكتوبر 2017، وبالرغم من أن ورود اسم أي دولة في قائمة العار هو أمر لا يترتب عليه أي إجراء عقابي، إلا أنه يلحق الخزي بأطراف الصراع المدرجة على القائمة بهدف دفعها إلى اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال الواقعين في مناطق الصراع. بدوره كان الأمين العام السابق للأمم المتحدة قد أعلن أنه اضطر لشطب دول التحالف السعودي من القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال بعد تلقيه تحذيرا بتجميد تمويل أنشطة الأمم المتحدة. وهكذا يبدو الأمر في عالم المصالح، حيث تتراجع قيمة الإنسان أمام حصص التمويل وحسابات الربح والخسارة. أحلامي جميعها جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها الباحثة الحقوقية في منظمة هيومن رايتس ووتش السيدة أفراح ناصر، وكذا
الرئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي الذي ينضم لنا عبر سكايب من فيينا. وأبدأ معك سيدة أفراح ناصر، برأيك لماذا تم استبعاد التحالف من قائمة العار المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال من قبل الأمم المتحدة؟ أعتقد لأن في أسباب، عفواً في صدى من صوتي. أنا أسمعك بشكل جيد، بس لو يطفوا في الاستوديو يمكن الصوت، بسمع صدى قوي بيأثر على الكلام. بس بالعموم الأسباب أعتقد أنها جداً يعني مدفوعة سياسياً، بالتحديد لو نرجع نشوف الأحداث إلى ما قبل هذا الإعلان من الأمين العام. كان في مؤتمر مانحين ضخم حصل في السعودية لأول مرة، والسعودية كانت أكبر ممول أو يعني أكبر دولة عطت منحة للمساعدات الإنسانية، وهذا كمان يعني وفي تاريخ للأمم المتحدة، والأمين العام اللي قبل كمان بان كيمون نفس الحكاية كان مضطر يطلع السعودية من القائمة بسبب ضغوط مادية ويعني في المساعدات الإنسانية اللي تقدمها المملكة العربية السعودية. فمن هذا السياق ممكن نفهم أن هناك ضغوط كبيرة على الأمين العام بسبب الدعم الإنساني الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية. وللأسف يعني أكبر شيء خيب الظن أنه على الأقل لم يقوم بتبرير يعني ما صنعه، ولم يقول ولم يعني يطلع ويصرح بأن هناك ضغوط كبيرة عليه. ففضيحة، يعني أنا بالنسبة لي تعتبر فضيحة. ولهيومن رايتس واتش إحنا مصدومين، لأن ما يعني ما توقعنا كل الأدلة اللي موجودة تفوق يعني تفوق استيعابنا كيف نرى كل هذه الجرائم بحق الأطفال في اليمن. ويعني وأحب أذكر أنه تقريباً نصف شعب اليمن من الأطفال، فأي كوارث أو أي انتهاكات دائماً تكون واضحة في هذا الفئة الكبيرة في اليمن. فكيف أن المجتمع الدولي أو الإدارة الدبلوماسية، أكبر إرادة دبلوماسية على مستوى العالم، تغض عينيها؟ أنا لا أفهم. دعني أسأل ذات سؤال إلى السيد توفيق الحميدي. تحالف خارج قائمة العار للأمم المتحدة الخاصة بمنتهكي حقوق الطفولة، غوتيريش الأمين العام ينسب إليه القول أن السبب هو التراجع الكبير في قتل وتشويه بسبب الضربات الجوية وتطبيق إجراءات استهداف حماية الأطفال. مع ذلك هناك 222 ضحية من الأطفال بسبب التحالف. ما رأيك؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر نحن نعتبر هذا القرار سقطة من سقطات التاريخ، يعني لا يمكن أن نوجد أو نقتنع حتى بأي مبرر من المبررات بما فيه مبررات الأرقام التي تحدثت عنه المسؤولة عن الأطفال لدى الأمين العام للأمم المتحدة. لكن يبدو واضح أن تشابك الملف السياسي بالملف الإنساني في اليمن واضح في هذا القرار. الجميع يدرك جيدا أنه عند انعقاد مجلس حقوق الإنسان في شهر 9 ويكون اليمن أحد البنود المدرجة على قائمة أعمال مجلس حقوق الإنسان، تجري هنالك معارك سياسية ودبلوماسية ماراثونية، هنالك غرف مغلقة، هنالك وعود بصفقات أسلحة، وعود بصفقات اقتصادية، ضغوط سياسية إلى غير ذلك، ويكون هنالك توجه في أغلب الأحيان نحو إدانات ونحو قرارات منصفة على الأقل للضحايا في حدها الأدنى. نحن اليوم لا نتحدث عن الحد الأعلى، لأننا ندرك تماما أن المؤسسات الحقوقية الأممية هي في النهاية ذات تمثيل سياسي أكثر ما تكون تمثيل حقوقي. وبالتالي نرى أن القرارات في نهاية الأمر كما يقال تمخض الجبل فولد فأرا. هذا هو المنطق الذي نشاهده اليوم. كما ذكرت أفراح ناصر الباحثة في حقوق في الهيومن رايتس، اليوم السياق واضح. اليوم هنالك صيحات أو
استغاثات إذا صح الأمر من منظمات أو المؤسسات الأممية التي تعمل داخل اليمن، وحذرت بأن هنالك 30 مشروعا في اليمن من أصل 42 سوف يتوقف بسبب التمويل. جاء انعقاد مؤتمر الرياض للمانحين والذي مني بفشل ذريع جدا، لولا أن السعودية ضخت أموال كبيرة. يبدو أن هذه الأموال التي ضخت في المملكة العربية السعودية لم يتم ضخها إلا بناء على اتفاقات غير معلنة بين الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية، باعتقادي استبعادها من قائمة العار أول هذه الاتفاقات، وبالتالي أنا أعتقد أنها لن تكون النهاية. الأمم المتحدة واقعة في إحراج كبير لمجموعة من الأسباب. السبب الأول أنها استبعدت المملكة العربية السعودية التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث انتهاكات حقوق الإنسان وقبل الحكومة اليمنية، واستبقت الحكومة اليمنية واستبعدت المملكة العربية السعودية بحجة الأرقام، وبالتالي وقعت في تناقض غريب وعجيب لا يمكن القبول به. الأمر الثاني أن هذه الدعوة تشكل طعنة مؤلمة لكافة التقارير التي صدرت إلى حد اليوم من قبل لجان أممية متخصصة، سواء تتبع مجلس حقوق الإنسان أو تتبع مجلس الأمن على وجه التحديد، والتي تحدثت بصورة واضحة عن دور المملكة العربية السعودية والتحالف بشكل عام في انتهاكات متعلقة بالأطفال. عام 2019 سنجد أن هنالك مستويات جديدة إذا صح التعبير ارتكبها التحالف من حيث الانتهاكات. مثل إذا كان ماذا؟ عام 2018 19 ربما كانت الضربات الجوية هي العنوان الأبرز لانتهاكات التحالف، عام 2019 سيكون التجنيد على الحد الجنوبي للدفاع عن المملكة العربية السعودية. هنالك أطفال دون 18 دخلوا وقاتلوا وبترت أطرافهم وحرموا من حقوقهم وشردت أسرهم. إلى حد الآن هنالك عشرات أو مئات الأطفال مخفيين قسرا بعد معركة آل قبارة إلى غير ذلك، وبالتالي لا ندري اليوم الأمين العام كيف سيواجه العالم اليوم. هو يشكك في مصداقية الأمم المتحدة على وجه التحديد، وأيضا يهز الثقة في أي مساءلة قادمة للجرائم التي ارتكبت على الأراضي اليمنية. لكن دعني أسأل سيد أفراح ناصر في هذا السياق، يعني في نهاية المطاف إذا ما قارنا بين تقريري عام 2019 وعام 2020 أو على الأقل الأرقام المعلنة إلى حد الآن، هناك انخفاض فعلي في عدد ضحايا، على الأقل في هذا المعيار عدد ضحايا طيران التحالف من الأطفال، ما يقارب يعني حوالي 500 شخص هو الفارق ما بين تقرير العام السابق وتقرير العام الحالي. ألا يمكن اعتبار أن هذه الخطوة هي تشجيعية مع وضع الاعتبار بأن هذه القائمة في نهاية المطاف ليست قائمة للعقوبات، بل هي قائمة يعني معنوية، فيها نوع من العقوبات المعنوية أكثر من ما هي مادية؟ لا لا لا، يعني أختلف معك. يعني في نقطتين أذكرها. النقطة الأولى بخصوص يعني مدى أهمية إدراج السعودية أو أي طرف منتهك حقوق الأطفال في اليمن في هذه القائمة، يساعد في أي عملية دفع في الأدوات الدولية للمحاسبة والمساءلة. فيعني أنا أختلف مع يعني وجهة النظر اللي بتقول إنه يعني مجرد قيمة معنوية في إدراج السعودية أو غيرها. يعني فيعني إحنا في اليمن الآن بنشوف في ميليشيات ومجموعات مسلحة تطلع كل يوم، كل واحد ينتهك يمين شمال من غير أي مساءلة. فمهم جدا توثيق هذه الانتهاكات وإدراجها في هذه التقارير الدولية المهمة التي تساعد على المدى البعيد، يعني مش بالتحديد في الوقت القريب وإنما على المدى البعيد. والنقطة الثانية أشار لها الأستاذ توفيق بالنسبة للأرقام، يعني أنتم في قناة بلقيس، أنا من أشد المتابعين لكم، ومنظمة سام وغيرها من المجموعات اليمنية الحقوقية، يعني كم نتعب عشان بس نوثق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ونعرف نحن إنه الأرقام المعترف بها دولياً أقل بكثير مما نحن نلمسه على الواقع. فيعني هنا ال 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 يعني أنا طلب
للمجموعات الحقوقية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية بشكل عام، إنه تحاول تساعد مع بعض بحيث إنه يكون في رصد حرفي ويعني ضمن المعايير الدولية بكيف نقدر نوثق هذه الملفات، ودائما نحاول نشبك مع المنظمات الدولية اللي عندها نفوذ أكبر، يعني مثلا زي Human Rights Watch، زي Amnesty، زي غيرها، في ايش اسمه Physician for Human Rights، دكاترة لحقوق الإنسان، وغيرها من هذه المراكز الحقوقية اللي يعني الناشط أو الناشطة الحقوقية داخل اليمن يعتبرها قدوة أو لها نفوذ، يحاول يتعاون معها ويشبك بحيث أنه السنة الجاية لما تجي مثلاً يكون يعني مستحيل أنه لا أنطونيو غوتيريس ولا غيره ممكن يفاصل أو أنه يشكك بأي من الأرقام هذه. فأنا من خبرتي ومن تعاملي مع المحققين الدوليين مثلاً من الأمم المتحدة أو غيرها، واجهوا مشكلة كبيرة بأنهم يوصلوا للضحايا أو يوصلوا لمنظمات حقوقية يمنية. يمكن في عامل يعني في مشاكل لغوية أو عائق في اللغة، أو يعني في اليمن كمان المشاكل طويلة وعديدة لأي ناشط، يعني لا كهرباء لا ماء، والآن مع الأمراض. بس يعني هذا لا يعني أن هذه الصرخة أو الغضب اللي موجود يعني بين الحقوقيين، يعني مني من الأستاذ توفيق منكم كمان أن أنتم خصصتوا هذه الحلقة، تكون يعني رسالة للحقوقيين والحقوقيات بأنه نحاول نتكاتف مع بعض بحيث ما يجي السنة الجاية إلا وفعلا معانا ملف قوي ومستحيل أي حد يساوي. هذا الأمر مفهوم، لكن يعني يجب أن أوضح أنه ليست لدي الآن وجهة نظر سعودية حتى نأخذ ونعطي في هذا السياق، لذا قد أطرح أسئلة تمثل هذه وجهة النظر هذه، لأن هناك أيضا من يقول يعني من يعني يدافع عن وجهة النظر السعودية، في نهاية المطاف الأرقام التي تحسب على أو ترصد على انتهاكات التحالف هي كما يقولون أكبر من الأرقام التي تحسب لانتهاكات ميليشيات الحوثي، باعتبار أنها تحدث وسط تسهيلات من قبل هذه الجماعات. هذا أيضا قد يكون مؤشر بالنسبة لهم، لأن الأرقام الحقيقية هي فعلا أكثر دقة فيما يتعلق بأرقام التحالف. شوف، صحيح أنه في يعني خلال 2019 شفنا يعني ما فيش تصعيد عسكري من قبل التحالف بقيادة السعودية كما شهدناه في الأعوام الماضية، سواء من الضربات الجوية وألخ، ولكن أطراف النزاع داخل اليمن سواء من التحالف أو الشرعية أو الحوثيين أو حتى الانتقالي وغيرهم من الميليشيات تفننوا في يعني خلق وابتكار أساليب جديدة في يعني انه تعزيز المعاناة الإنسانية في اليمن. فالآن الحرب القائمة على المساعدات الإنسانية وعدم توصيلها وإتلافها والمشاكل اللوجستية، ويعني في أطراف تأخذ اللقمة من أفواه الجواعة، يعني في مساعدات جاية لناس فئات متضررة جدا، ومع هذا يتم تحويل المساعدات إلى جهات أخرى، ويعني في أطفال بيتضرروا أكيد من هذا. فإعاقة المساعدات الإنسانية وكل هذا المال التي تضخه الأمم المتحدة في لقاءاتها السنوية، يعني من المسؤول عن هذا؟ ولماذا لا يتم التحقيق في ذلك؟ ولماذا لا يتم يعني إدراج السعودية ضمن الأطراف المسببة في إعاقة المساعدات الإنسانية التي المفروض تروح للأطفال؟ يعني هنا السؤال، صحيح انه مثلا يعني ما في اعداد مهوله لمقتل الاطفال بطريقه مباشره بالرصاص او القنابل او الغارات، ولكن هناك طرق ثانيه تعتبر موت بطيء للعديد من الاطفال. فلماذا لا يتم يعني محاسبه من هم قائمين على ذلك؟ طيب، دعيني اعود الى السيد توفيق الحميدي فيما يتعلق بان هناك عامين على الأقل أو ثلاثة أعوام ربما
أدرج التحالف كأحد الأطراف التي تنتهك حقوق الأطفال. ما الذي ترتب على ذلك خلال تلك الأعوام، وما الذي سيغيب بعد غياب التحالف عن هذه القائمة في هذا العام؟ هناك أريد أن أبين نقطة أيضا، هو اليوم قضية إدراج التحالف من عدمه، ونحن اليوم لا نتحدث عن انتهاكات أيضا حد بمعنى انتهاكات محددة بمعنى في القتل والإصابة فقط، هنالك أيضا انتهاكات مترتبة على الانتهاكات الأصلية، هنالك اليوم طلاب أطفال حرموا من التعليم بسبب قصف المدارس، هنالك أيضا أطفال حرموا من الحصول على المياه النظيف لأن قصفت خزانات المياه، وبالتالي العملية متشابكة، نستطيع أن نقول العملية شملت الحياة والبيئة الطبيعية التي يمكن أن ينشأ فيها الأطفال، وهذا يزيد من تعقيدات الحياة على الأطفال بصورة كبيرة. اليوم ما الذي أضاف وجوده، ما الذي أضاف إلى عدمه؟ نحن تحدثنا اليوم عن اللائحة بأنها ليس لها بعدا قانونيا على المدى القريب، لكن لها بعدا قانونيا على المدى البعيد، إضافة إلى الصورة الإعلامية والأخلاقية لهذه الحرب، وهذا أمر في غاية الخطورة. اليوم استبعاد التحالف بمعنى إضافة نوع من البعد الأخلاقي لحربه في هذه النوع الأخلاقي لحربه داخل اليمن، حتى ولو ترتبت عليه انتهاكات، بمعنى اليوم نتحدث عن مبررات يبحث عنها التحالف طويلا. اليوم بعد رفع الغطاء أو رفع الاسم أو الإعلان عن رفع اسم التحالف من القائمة العار، رأينا اليوم صنعاء تعرضت لعملية قصف شديدة اليوم من الصباح حتى اليوم، وكأن صنعاء ليست مدينة مكتظة بالسكان ولديها وهنالك مجموعة من القوانين والمعايير الدولية في عملية استهداف المنشآت العسكرية إلى غير ذلك، وبالتالي كأن اليوم هذه القائمة أعطت الضوء الأخضر للتحالف لممارسة أو لاستمرار في عملية القصف أو إعادة لأنه في الفترة الماضية بالفعل شاهدنا عملية انخفاض كبير في عملية القصف، رأينا انخفاض كبير في التصعيد العسكري. اليوم بعد هذا القرار بدأ عاد التحالف إرسال طائراته إلى سماء صنعاء والقصف بصورة بشعة، على من يتابع الأوضاع في صنعاء سيلاحظ هذا الأمر، وبالتالي اليوم المضمون أخلاقي وأيضا على وإضافة إلى أنه على المدى البعيد سوف يشكل ورقة ضغط شديدة على التحالف العربي، لأنه اليوم نحن نتعامل أيضا مع دول لديها التزام كامل بحقوق الإنسان ولديها موقف واضح من منتهكي حقوق الإنسان، وبالتالي على الأقل سوف هذه الدول ستغير موقفها في أي جلسات قادمة سواء في مجلس العام أو في مجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات والانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الأمر ليس سهلا، وإنما سيمنح التحالف على رأسها المملكة العربية السعودية سجلا على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي على حد سواء. في هذا السياق أو في سياق الحديث عن هذه القائمة، أعود إليك سيدة فرح ناصر، يعني في نهاية المطاف يقول كثيرون ليس هناك من حرب إلا ولها ضحايا، يعني ما الذي يمكن عمله في سياق الحديث عن أن هناك حرب في اليمن السعودية مشاركة فيها تريد أن يعني تحقيق نتيجة فيها، وهي كما يقول مسؤولوها تحاول وتعمل على التزام يعني أكثر يعني أسباب أو معايير عدم إسقاط الضحايا، على الأقل هذا ما يقول ربما مسؤولوها، ما الآخر، ما الذي أيضا يجب عليها عمله، ما الذي تريدونه أكثر من ذلك بالأصح؟ في إعلان جميل عندكم في قناة بلقيس، يعني فيما معناه أنه حتى للحروب قوانين، وهذه فعلا هي رسالة Human Rights Watch. لابد من تحييد المدنيين والأطفال والغير يعني غير مقاتلين من كل ويلات النزاع. فهل يا ترى هل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أو أطراف النزاع الأخرى كالحوثيين ولا الانتقالي وغيرهم، هل حيدوا وجنبوا المدنيين من ويلات النزاع؟ طبعا لا، هناك انتهاكات يعني لا حصر لها في أنحاء اليمن ساعدت على
يعني تردي الأوضاع المعيشية والخدماتية بشكل يعني يفوق الخيال. يعني أنا نفسي كل يوم لما أحاول أتصل لحد داخل اليمن ولا أقرأ تقارير، يعني أحياناً يعني أستغرب مع نفسي أقول هذا حقيقة ولا خيال. لم أتوقع أن يكون كمية عدم الإنسانية والخروقات لكل القوانين، يعني قوانين الحروب والقوانين الإنسانية الدولية كما أشاهدها الآن في اليمن. ف يعني لو فعلا التحالف كان يحرص على حياة الأطفال في اليمن، وفعلا كنا نشوف الأطفال في اليمن عايشين برخاء وبسلام وبكرامة، فمعه حق أنطونيو غوتيريس أن لا يضم السعودية في ذلك. ولكن كما قال الأستاذ توفيق، هناك طرق يعني تراكمية، أو يعني هناك خروقات وانتهاكات تراكمية على المدى الطويل الآن. يعني الآن إحنا في السنة السادسة للحرب، يعني مستحيل أي حد عاقل يقول إنه أي حد من أطراف النزاع بتحترم حقوق الأطفال في اليمن. بالعكس، استخدموا الأطفال كوقود من خلال تجنيد الأطفال، حرموهم من المدارس، حرموهم من يعني من المستقبل. يعني إيش في إرهاب أكثر من أن أنت تحرم طفل من المستقبل؟ في هذا السياق سيدة أفراح ناصر، بالحديث يعني عن أنت أبرزت نقطة قبل قليل فيما يتعلق بأن هناك ربما ضغوط مورست على الأمم المتحدة لهذا، يعني وأوصلتها إلى إخراج السعودية والتحالف بالأصح من قائمة العار، لكن أليس من الممكن أن تمارس ضغوط أيضا، يعني أن تقع السعودية محط الابتزاز من قبل هناك من يقول منظمات دولية، هناك من يتهم هيومن رايتس ووتش، هناك من يتهم منظمة العفو الدولية بأنها أيضا تمارس ابتزازا على السعودية في محاولة بشكل أو بآخر لتمويلها أيضا. هذا الأمر يطرح في وسائل الإعلام. مين يبتز عفوا؟ الحديث والهجوم على المملكة العربية السعودية بهذا الشكل هو من قبل منظمات مثل هيومن رايتس ووتش، مثل العفو الدولية وغيرها، هو أيضا يقول كثيرون هو محاولة لابتزاز المملكة العربية السعودية أيضا. أختلف مع وجهة النظر هذه. يعني من خلال متابعتي لشغل هيومن رايتس ووتش لفترة طويلة، ومن خلال انضمامي لها من فترة قصيرة، يعني في تقرير ورا تقرير يعني بنتكلم فيه عن انتهاكات حقوق الأطفال من كافة أطراف النزاع، وليس بالتحديد التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. وأنا يعني شاهدت من خلال خبرتي في يعني أكثر من مرة رحت الأمم المتحدة، ويعني لفترة العام الماضي جت لي زمالة صحافة هناك لما كنت أشتغل صحفية، وشفت كيف الأمم المتحدة يعني تعتبر من أكبر الأماكن المسيسة، من أكبر المؤسسات الدولية المسيسة. يعني الدول هناك كما قال الأستاذ توفيق، يعني في معارك دبلوماسية. وأنا أتوقع أن ملف اليمن داخل الأمم المتحدة من أصعب الملفات، بالتحديد بسبب الأطراف أو اللاعبين الدوليين الأساسيين الأقوياء. يعني حتى خلال هذا التقرير من أنطونيو غوتيريس، مش فقط السعودية اللي تم استبعادها، بس في عندك كمان روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، يعني من أقوى الدول. فيعني في قضايا وديناميكية سياسية تجري هناك داخل الأمم المتحدة، للأسف يعني بيدفع ثمنها الكثير من المدنيين في اليمن. ومع هذا هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية زي منظمة سام وغيرها يعني لها دور كبير، فإنها يعني أنا أشبهه بأننا ندفع ديناصور كبير. يعني نحن بنحاول أن ندفع شيء، يعني ندفع بشيء
صعب أن تدفعوا إلى الأمام، أن تواجه هذه الدول القوية بكل نفوذها الاقتصادي والبترولي والدبلوماسي والإعلامي. يعني صعب، صعب جدا جدا. ومع هذا أعتقد إذا تكاتفت كل الجهود مع بعض، وإذا كان هناك تحالفات بين المجموعات المعنية بحقوق الإنسان أو القضايا الإنسانية، إذا كانت في تكاتفات على يعني تحالفات على مدى كبير جدا وترتيب للصفوف مع بعض، أعتقد أن احنا ممكن نستخدم كل الأدوات الدولية والدبلوماسية بالدفع نحو تحقيق ولو جزء بسيط من العدالة للملايين من الضحايا في اليمن. دعني أعود إلى السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق، كيف برأيك ستتعامل الأمم المتحدة مع التنديدات التي أطلقتها المنظمات الإنسانية بخصوص إخراج السعودية من هذه القائمة أو التحالف الأصح؟ هو في حقيقة الأمر نحن أمام معركة كبرى اليوم، معركة بين طرفين، طرف يمثل الضحايا وأصواتهم التي ترفع من خلال المنظمات الحقوقية والناشطين، وبين الطرف الآخر هم منتهكي حقوق الإنسان بأدواتهم السياسية والدبلوماسية. وكما وضحت الأخت، اليوم هنالك دول لها باع طويل في السياسة وفي ممارسة الضغوط، تشكيل اللوبيهات إلى غير ذلك. أنا أعتقد الأمم المتحدة ستحاول أن تمر، ربما تضع كما يقولون أذن من طين وأذن من عجين على الأقل، لتتحرك إلى الأمام مستغلة الأوضاع الحالية الموجودة التي يمر بها العالم بسبب الكورونا والانقطاع الكبير إلى غير ذلك. وعلى الأقل سيحاولون مسك العصا من الوسط اليوم، لأنها أخرجت التحالف، أبقت الشرعية، ستحاول التلاعب قدر الإمكان، ربما بانتظار فرصة أخرى لإعادة النقاش في هذا الملف. لكن حاليا أعتقد أن الأمم المتحدة ستذهب بعيدا، لأنه يبدو أنه من خلال الدول التي استبعدت من القائمة يبدو أن هنالك اتفاق واضح، وكان هنالك ضغوط شديدة، لأن الدول التي استبعدت تشكل محور واحد، سواء من خلال الأجندة السياسية أو من خلال النفوذ داخل الأمم المتحدة. أنت أمامك إسرائيل، الولايات المتحدة، روسيا، إضافة إليها السعودية، هنالك قوة دبلوماسية وقوة عسكرية، قوة لوبية، قوة اقتصادية إلى غير ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أن اليوم المعركة هي تعتمد على معركة النفس الطويل. هل اليوم ستيأس المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان من هذا القرار الذي صدر في أروقة الأمم المتحدة، ثم سيضربون على رؤوسهم الويل والثبور، أم أنهم سيعملون على ترتيب أوراقهم بصورة أكثر تنظيما، وسيجمعون ملفات أكثر قوة من أجل انتظار الدورة القادمة والقائمة التي ستصدر في العام القادم، بحيث يضع يضعون الأمم المتحدة أمام مساءلة حقيقية وأمام ضغط يعتمد على وثائق ثبوتية حقيقية لا يمكن الفرار عنه. وبالتالي هذه معركة بين طرفين، معركة مستمرة، كما يقال يوما لك ويوم عليك. اليوم نحن لم نستطع أن نصل إلى حالة المساءلة الكاملة، حتى محكمة الجنايات الدولية التي وصلنا إليها بعد آمات طويلة من النضال ما زالت مكبلة وفق المادة 16 بقرارات سياسية تصدر من مجلس الأمن لتأجيل التحقيق أو المحاكمة هنا وهناك، لكن تظل أحد إنجازات هذه المعركة الطويلة. وأعتقد اليوم الأمم المتحدة ستحاول أن تمضي، لكن إلى أين ستمضي؟ أنا باعتقادي أن هذا سيزيد المجتمع الحقوقي والمدني الإصرار الكبير على التمسك بهذا الحق إلى أن تأتي الدورات القادمة، وربما تفتح في أكثر من أروقة، سواء في اليونيسف، في مجلس الأمن، في مجلس حقوق الإنسان، في الدورات القادمة لن يترك هذا الملف مطلقا. يجر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن تنضم إلينا السيدة إشراق فضل، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إلى هذه الحلقة، لكن إلى الآن ليس هناك رد منها لاتصالاتنا. لكن أعود إليك سيدة أفراح ناصر، يعني في سياق الحديث عن ما الخطوة التالية الآن بالنسبة للوسط الحقوقي، الوسط الذي يريد أن يناصر هؤلاء الأطفال بداية والمدنيين بشكل عام في اليمن، الذي يعني تستمر الأرقام تؤكد أن هناك انتهاكات مستمرة بحقه.
أنا أعتقد أن هذه الفضيحة ممكن تكون نقطة بداية يعني حملة ضغط، أو يعني صفحة جديدة حملات الضغط تجاه تحقيق العدالة للأطفال في اليمن. ف يعني مهمة على يعني مثلا هيومن رايتس ووتش وغيرها، بأن تاخذها دائما وتذكر المجتمع الدولي إخفاقه. يعني أنه واحد يبدأ النقاش من هذا المنطلق أعتقد أنه جدا جدا مهم، بحيث أنه نذكر الناس أنه كيف الحرب في اليمن والعدالة للضحايا في اليمن منسية بشكل مقصود ومسيس، وأن الحرب القائمة في اليمن هي يعني أو الأزمة الإنسانية والانتهاكات والمعاناة الإنسانية هي من صنع الإنسان، ونحن نعرف من بالتحديد من القادة العرب ومن اتصل بمن ومن ضغط على من. فهذه لازم تكون بداية النقاش وبداية الحملة للضغط على الأدوات الدبلوماسية والحقوقية على مستوى الأمم المتحدة. فأعتقد يعني مستحيل تمر هذه الفضيحة مرور الكرام على كل الناشطين، من برأيي أن يستغلوا هذه الفضيحة لمصلحتهم. أعود إليك أستاذ توفيق، ما رأيك في هذه النقطة؟ وكما قلت لك، اليوم المجتمع الدولي والحقوقي والمنظمات والراصدين لن ييأسوا ويضربون على رؤوسهم الويل والثبور. هذه اليوم سيبدأون بترتيب صفوفهم وتجميع الوثائق بصورة أكبر والأدلة بصورة أعمق، بحيث يضعون المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية والحقوقية. أنا باعتقادي اليوم نحن بحاجة إلى مزيد من فتح الأبواب، سواء على الإعلام المؤثر والضاغط، سواء في خاصة في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وحتى الإعلام في الدول العربية. نحن بحاجة إلى فتح منافذ أفضل بصورة أكبر، التواصل مع الشخصيات الحقوقية المؤثرة في هذا الجانب والتي لها صوت مسموع. بمعنى نحن بحاجة إلى تشكيل جبهة حقوقية قوية، لأنه كما أنا وضحت أننا اليوم من خلال هذا القرار والدول التي استبعدت، يبدو أننا نواجه اليوم تحالف سياسي ضاغط على مستويات متعددة، سياسية ومالية ولوبية إلى غير ذلك. وهذا يحتاج إلى ترتيب بصورة أكبر والعمل بصورة أدق وجزئيات دقيقة، بحيث لا يترك النقاش على المستوى العام. يجب أن نفند الأرقام التي تحدث عنها وجوتاريش، يجب أن نفصل أيضا نوع الانتهاكات، خطورة هذه الانتهاكات، ما وصل إليه. يجب أن ننقل صيحات اليمنيين إلى هذا الفضاء الرحب، إلى السياسيين، إلى داخل أروقة الأمم المتحدة. يجب أن نحول الملف إلى بعد إنساني حقيقي ضاغط. يجب أن نكشف الشخصيات التي تعمل بالخفاء من أجل إفشال أي جهود حقوقية. يجب أن نفضحها إلى العلن، سجلاتها، تاريخها، إلى غير ذلك. نحن أمام معركة، المعركة اليوم ليست معركة شخصية أو معركة بين جهات، المعركة هو بين حقوق الإنسان وبين الدولة التي تريد أن المستبدة التي تريد أن تفلت من العقاب وأن تطلق يدها لتمارس كل شيء، برغم أن هنالك اتفاقيات دولية واضحة مثل اتفاقية جنيف الأربع والاتفاقية المتعلقة بالطفولة وغير ذلك، التي حددت أخلاق أو معايير متعلقة بالحرب وكيفية حتى معاملة الجرحى والأسرى وحتى استهداف المناطق السكانية إلى غير ذلك. هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير جدا، لكن باعتقادي من خلال ملاحظة التاريخ أننا سننتصر، لأننا اليوم نناصر قضية عادلة. اليوم نقف نحن دائما في صف الضحايا، نحن نقول نحن لا دائما في صف الضحايا مبتدأ ومتوسطا وانتهاء، لأنهم هم الطرف الأضعف والطرف الذي ينادي على الأقل بحقوقه دون التعدي على أحد. شكرا لك سيد توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من فيينا، والشكر موصول أيضا لك سيدة أفراح ناصر، الباحثة الحقوقية في منظمة هيومن رايتس ووتش، أيضا كنت معنا عبر سكايب. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة يجب الإشارة مرة أخرى إلى أن السيدة إشراق فضل، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كان يجب أن تكون معنا في هذه الحلقة، لكن
لم يحدث ذلك على الرغم من اتصالاتنا المتكررة بها. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، دمتم في أمان الله.